الذي يقوم به هؤلاء الأطفال في الستر الصفراء أمام على هذا التقاطع؟ هذول أطفال متطوعين يقومون بمساعدة في تنظيم مرور الأطفال الذين هم أصغر منهم سنا. عادة ما يكون هؤلاء الأطفال من ذوي الصفوف العليا في الصف السادس في الحالات الحالية. معظم الأطفال الذين أقل من 10 سنوات أو 11 سنة لا يستطيعون قطع الشارع بأنفسهم كما رأينا الآن، فهو وقف أمام الأطفال، تأكد من عدم وجود سيارات وجعلهم يمرون بأمان أمام المدرسة. من أهم الشروط المهمة في المدارس في كندا هي المحافظة على أرواح الأطفال، لأنها شيء ثمين. انظروا الآن، هو توقف، أوقف الطالب وتأكد عدم وجود سيارات، تركه يخرج أو يقطع الشارع. معظم الشوارع في كندا خاصة التي أمام المدارس تمنع السرعة بأكثر من 30 كيلومتر، سنريكم ذلك قريبا، وأيضا أنها تمنع الالتفاف في هذا الشارع، أي ممنوع اليوتيرن، سنريكم ذلك أيضا قريبا في هذا الإشارة. هم الأطفال يقفون في كل التقاطعات، رأينا خلفي أيضا يوجد أطفال يقفون هناك في التقاطع الخلفي، سنريكم أطفال في تقاطع آخر. لا يهتمون هؤلاء الأطفال بدرجة الحرارة في الخارج، لأنهم يعرفون أن هذا العمل الذي يقومون به عمل تطوعي، عمل نبيل جدا ومهم بالنسبة لسلامة الآخرين. كما نرى هنا أحد المدارس، وهنا ممنوع ممنوع الالتفاف. مرة أخرى المدرسة، هنا لا نستطيع تصوير الأطفال ولكن ممنوع الالتفاف، فقط لنريكم أهمية هذا المكان. وهنا كما ترون فإن السرعة يجب أن لا تتجاوز 30، لأن سرعة لأنها مكان مدارس أو وجود أطفال. جميع الأطفال يقومون بقطع الشارع، طبعا احنا مصورهم من خلف لأنه ممنوع تصوير وجوه الأطفال، وذلك للحفاظ على خصوصياتهم. وكما نرى أيضا أن هؤلاء الأطفال يلبسون جلدات صفراء، وذلك لتمييزهم ولسلامتهم أيضا، فسلامة الطفل شيء مهم. هذه رسالة إلى المسؤولين في دولنا للاهتمام بسلامة أطفالنا، فهم مستقبلنا، وفي اهتمام بمستقبل أطفالنا هناك نظرة مستقبلية للاهتمام بسلامتنا نحن شخصيا. محدثكم من العاصمة الكندية أوتوا، محمد الشريف.